السلام عليكم. وعليكم السلام. سنة؟ أصلاً عنك حجيني على فكرة. والله العظيم شغلي سيارتك وتعالي، أنا ما أدري ليش مبلوشة فيك. مريني يا أميرة، مريني يا أميرة. ورا ما تجين لحالك؟ خلاص طيب، آسفة ما صارت. شو تسوين أنت؟ لي من الصباح ما أكلت شيء وجيعانة. يا رب، أنا ما أدري أنا أم ولا صديقة ولا. هذا اللي انت قاعده تسوينه بس للناس المشغوله مثلي اللي مبلوشه بصاحبه مثلك. ما غير عندي امر واخذ واجيب واودي.